ايه هو اهم مميزات جوزيه جوميز؟ اهم مميزاته هو استكشاف اللي بيحصل في اللعيبه، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الفتره الاخيره عكس في فتره في النص كده كان في مشكله في ان انت ازاي تتعامل مع الخصم، دي كانت مشكله في الماتشين بتوع بركان، ماتش النهائي والذهاب والاياب، ماتش فيوتشر والماتش الاخير بتاع الاتحاد السكندري، واضح جدا ان هو حاطط ايده على الخصم بشكل ممتاز جدا، وده اللي ظهر في اول نص ساعه في ماتش بركان. كميه الفرص اللي ضاعت في ماتش بركان في الشوط الاول في الشوط الاول، في اول خمس دقائق، في اول 10 دقائق، في اول خمس دقائق الكره تخرج من خط الجون، احنا عندنا حد شال في لعيب من عندنا مش فاكر مين الحقيقه، شال الكره عن خط الجون، شالها يعني، فانت متخيل هي خبطت فيها، خبطت فيها، انا قصدي كده بس، فده بيظهر لك قد ايه الراجل الفتره الاخيره لا في شغل، وفي شغل كويس جدا، وانا مبسوط ان الراجل الرهان بتاعه على ماتش سموحه، انا مبسوط بالرهان ده. لو تفتكر انا كنت هنا قبل ماتش سموحه قلت لازم نبدا نشوف الناس ولازم نريح اللعيبه، انت داخل انت عندك السكواد بتاعك في الكونفدراليه ناقص غير الاصابات اللي حصلت، ما طبيعي لازم احافظ على الخمس ست لعيبه اللي عندي، خاصة انت عندك اماكن ما كانش فيها تبديلات، هعمل فيها ايه؟ خلاص في ماتشات في اولويات، الاولويات البطوله اللي تحت ايدي اخلصها الاول، وبعدين عندي الدوري، الدوري طويل جدا، الدوري طويل سهل تجمع فيه نقط، مش سهل بس اسهل من انت ماتش رايح جاي بالظبط، فده المهم. فانا مبسوط ان هو الرهان بتاعه في ماتش سموحه نجح، لان في ناس كانت بتنتقد انت ازاي مش عارف ايه، لا انا مبسوط ان الرهان بتاعه نجح، والحمد لله دخلنا ماتش بركان بدون اصابات كانت تاثر علينا، فدي كانت مشكله كبيره جدا لو كنا اثرت علينا قدام منافس ضعيف جدا بالزبط. في البطوله دريمز هنا في القاهره بيتعادل معاه، كان غايب عمر جابر، احمد فتوح وزيزو، اثروا بشكل كبير جدا. انت عارف التاثير مش في النتيجه، التاثير في الشكل بتاع الفريق، كمان التاثير في غياب ثلاث لعيبه فقط عمل لك مشكله. مشكله، انا مش بقول لك المشكله ما كانتش بس في النتيجه، احيانا هتبقى النتيجه مش احسن حاجه بس نضيع كميه فرص كتير جدا. ولكن لو رجعت ماتش دريمز احنا تقريبا الفرص هنا كانت معدومه، اللهم الا الكام عرضيه اللي احنا عملناها في اخر الماتش واستخدمنا فيها الكره عند المجيد وحمد المسلوسي بالظبط، بس